الياس مناوية رئيس جمعية أنوال، جمعية أنوال اللي هي المشرف على برنامج دي جي غوز موروكو. بهذا العام البرنامج في واحد الحدث استثنائي في المغرب كامل اللي هو غوز فور امباكت دايز اللي كاين في أكثر من 17 المدينة المغربية وتتشارك فيه أكثر من 800 فتاة في المغرب كامل. وهذا الحدث هنا في لينسا قنيطرة داخل في إطار هذه الفعاليات. في هذه الفعاليات تنحفزوا البنات أنهم تكون عندهم مشاركة فعالة في المجالات ديال ستيم، العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات والمجالات ديال الإبداع الاجتماعي والمقاولة. البرنامج كامل تيتمحور حول كيفاش ممكن هاد الفتيات ينضموا لهاد المجالات ديال التكنولوجيا ويستعملوا التكنولوجيا من أجل حل الإشكاليات ديال المجتمع. هنا في لينسا قنيطرة البنات ديال جامعة بن طفيل تنضموا هاد الحدث وتأطروا بنات واحدة أخرين في الثانويات في قنيطرة باش أنهم يقربوهم من المجالات ديال ستيم ومن المجالات ديال العلوم والمجالات ديال المقاولة والإبداع الاجتماعي. الحدث هو بشراكة مع السفارة الأمريكية بالرباط وبتمويل منها، وهذا العام كاين نسخة السادسة ديال دي جي غوز موروكو. أمينة الذهبي، أنا صحفية رقمية وصناعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، خريجة ديال المعهد العالي للإعلام والاتصال، وأمين طول كنبحث بزاف على التطوير ديال راسي في لو دومين ديال الديجيتال ديال الرقمي. دونك حقاش الدومين ديال الخدمة ديالي الدومين المهني وحتى دومين لي زاكتيفيتي اللي أنا كيعجبوني كيتقاطعوا في الديجيتال، دونك هذا هو الاهتمام ديالي. وان شاء الله كنطمح انه مستقبلا يكون عندي بروجي ديجيتال اللي فيه بزاف ديال البروجي اللي يكون فيزوال اون ديجيتال. حنا اليوم في كونفرنس ديال Girls for Impact اللي منظمها ديجي جيرلز، جيت اليوم كسبيكر باش نشارك التجربه ديالي ونسمع من الناس الاخرين اللي مشاركين، سبيكرز الاخرين اللي انا متاكده انه غتكون واحد الاستفاده كبيره. سميتي اي الضبعي، انا هي تيم ليدر ديال ديجي جيرلز قنيطره. الفكره ديال ديجي جيرلز هي مساعده البنات اللي لاج ديالهم بين 15 و18 عام نوطامون دي ليسيان على انهم يتقربوا لتوسكي تكنولوجيك، وداكشي اللي سميتها ديجي جيرلز، وفي نفس الوقت يتقربوا لتوسكي اونتربرونيريال، حيت هذوك البنات ميم سي هما باقيين صغار لاج ديالهم بين 15 و18 عام، الا انهم كيديروا دي بروجي اللي كيخرجوا فيها كاع الانرجي اللي عندهم. وليفينمون ديال اليوم اللي هو Girls for Impact هو واحد المبادره اللي دارتها دي جي جيرلز بشراكه مع اليو اس ام بي سي اللي هي السفاره الامريكيه اللي كاينه هنا في المغرب. والفكره ديالها هي كيبينوا الامباكت ديال هذوك النساء، الامباكت ديال النساء في المجتمع. وهذوك النساء كيكونوا خدامين سواء في لي دومين ديال ستيم اللي كتعني ساينس تكنولوجي الكترونيكس اند ماثيماتكس.